القرار اللي اتخذته وزارة التربية الوطنية هو قرار مجحف صراحة في حق الطلبة والطالبات ديال الجامعات المغربية. هذا القرار هذا لا للانتقاء، انتقاء وتحديد السن كذلك في 30 سنة يعني للتوظيف في مباريات ديال التعليم، وهذا صراحة قرار إقصائي بما تحمله الكلمة من معنى. وهذه الوقفة كما كتشوفوا هو حق مشروع ودستوري، لأن الحق هو يؤخذ وينتزع ولا يعطى، وهذا حق مشروع لهاد الطلبة إن شاء الله تعالى يفرج عليهم ويفرج على الجميع إن شاء الله، والله يهدي هذه الحكومة كتفيق وكتاخذ واحد القرار اللي هو عشوائي صراحة ومضر للطلبة والطالبات وعموما الأولاد الشعب المغربي جميعا. وهذا القرار الصراحة ماشي في المستوى ديالو، علاش؟ حيت الطلبة ديال كلية الآداب والعلوم الإنسانية كلشي الطلبة ديال المغرب كامل كتلقاهم خاضين الباك مثلا عندهم 25 عام، وملي غادي يسالوا إجازة غلقاو راسهم عندهم 29 عام ولا 30 عام، دونك ما عندهمش الحق. علاش؟ حيت أول حاجة عندهم انتقاء الأولي، كاين اللي خدا الباك مقبول بحالي أنا خديتهم مقبول، وخاضوا فين؟ خديتو في واحد المنطقة نائية، جيت أنا مزاقورة باش ناخذ أنا شهادة الإجازة باش ناخذها هنا في كازا، وملي جيت لهنايا قالوا لك خصك يكون 30 عام وكل انتقاء وأنا خديت الباك المقبول. إذا أنا أي طالب عنده الحق يحتاج، عنده الحق يطالب، علاش؟ حيت هو مثلا ما راضيش بذاك القرار. كنوصل رساله للوزير شاكب بن موسى بان الطلبه رافضين كليا هذا الانتقاء وهذا سميتو كيطلبوا تكافؤ الفرص. علاش؟ بان حيت الناس راه كاين المستويات اللي ما كيقدرش يدخل للسنترات ديال الفلوس وتخلص، راه حنا اولاد الشعب راه ما عندنا جامعه اللي عندنا، حيت حنا عندنا الباك مقبول وعندنا هدف. القرارات هذه كتعتبر عشوائيه، العشوائيه فيها حنا دابا جايين ضاربين 700 كيلومتر باش نقراو في الشتاء، كلشي في الاخر هو تيجي تيحط ليه قرار. طلبات الفصل العام كلهم كاملين يلا الاول فيهم يلا جاب وصل 12 43، هذا طالب الاول، هما العدد ديالهم 500، يعني 500 كامله غتشطب، حيت هما داروا شروط الانتقاء 12 ونص باش تحصل على مونسيون. الطلبات كلها عشوائيه، كنطلبوا من الدوله تغير هاد الطلبات هادو وتودي لنا شي حل، راه بغينا نخدموا وبغينا نقراو، ماشي حنا مشاغبين ولا شي حاجه، حنا بغينا نقراو وبغينا نخدمو وبغينا نوصلو. الرساله تسقط هاد القرارات كامله تمشي بحالها، ما كاين لا الانتقاء لا والو، يكون انصاف لا للانتقاء، العدل بين الطلبه. والا مشينا على هاد الحال من هنا واحد عام الكليات كاملين غيتسدوا. حنا جينا هنا، حنا طلبه من الزاكوره كنقراو هنا، جينا من بنمسيك، جينا حنا دابا دروك كنقرا استروه فلسفه. المهم حنا كنطالبوا بالغاء الانتقاء اللي دايرين وهذا الشيء، وحنا باغيين نوصلوا، ماشي زعما جينا شي حاجه راه ضاربين 700 كيلومتر باش نقراو، ماشي جينا زعما باش نبقاو نديروا هنا صداعات وهذا الشيء. حنا اصلا صداع ما وصلنا بوالو هذا الشيء، ولا حنا يكون حل.